أهلا بكم إلى صباحية من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: هذه القمة بإذن الله قمة ناجحة. فعاليات القمة العربية التنموية تنطلق بوصول الوفود اتباعا وباجتماعات تحضيرية. السفينة ما راح نتركها وراح نعمل إنقاذ. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يجعل أحدا يسيطر على لبنان ويدعو اللبنانيين إلى عدم الخوف. واشنطن تجدد تأكيدها على الاستمرار في خطتها لسحب قواتها من سوريا. أهلا بكم. يستمر وصول الوفود المشاركة إلى مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فيما انطلقت فعاليات القمة على طاولة الاجتماعات التحضيرية في ظل عدم وجود بنود خلافية جوهرية ومقترحات لبنانية أبرزها المبادرة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وقضية النزوح السوري. انطلقت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية باجتماعات على مستوى اللجنة التحضيرية والمندوبين الدائمين في فندق فينيسيا الذي شهد نقاشات مطولة لجدول الأعمال المؤلف من 25 بندا وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية ميشيل عون. أولى الاجتماعات كانت للجنة التحضيرية للقمة حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال ومنها طرح لبنان حول وضع رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي وملف النزوح السوري والاتحاد الجمركي العربي. وشهد أيضا تحفظات لا سيما حول مبادرة السودان بشأن إعفائها من ديونها الخارجية، وقد تقرر رفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم درسه بطريقة معمقة أكثر كي لا يشكل سابقة. تقدمت لبنان بورقة حول الاقتصاد الرقمي، وهذا يعني هذه مبادرة من الأشقاء اللبنانيين لكي ننهض بهذا النوع من التعامل الاقتصادي فيما بيننا على غرار ما هو معمول به في المناطق المتقدمة والمندمجة. توصيات اجتماع اللجنة التحضيرية رفع إلى الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في القمة، حيث عقدت اجتماعا علنيا ألقى خلاله رئيس الدورة الثالثة رئيس الوفد السعودي المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي كلمة عرض خلالها لنتائج قمة الرياض التي ساهمت في تعزيز العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال رئاسة المملكة للقمة تحقق الكثير من المنجزات في العديد من المشاريع العربية لا سيما منها الربط الكهربائي العربي والربط السككي وإقرار العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أبرزها اتفاقية التعاون الجمركي العربي. فيما كان لافتا خلو مقعد سوريا من أي مندوب. تأتي قمة بيروت التنموية في ظل الكثير من التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك والتي تتطلب منا جميعا زيادة وتيرة هذا العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والتي تنعكس آثارها على الدول العربية جميعها. ويحفل جدول أعمالنا بالعديد من الموضوعات التي تسير في هذا الاتجاه. ثم سلم السفير نقلي رئاسة القمة إلى مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة السفير علي الحلبي الذي أعلن استضافة لبنان للقمة في دورتها الرابعة. وألقت الأمينة العامة المساعدة السفيرة هيفاء أبو غزالي كلمة شددت فيها على أهمية التزام الدول العربية تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لا تنطلق قمتنا من فراغ، إنما تأتي استكمالا لثلاث قمم سابقة تكللت بالنجاح بفضل الإرادة العربية الجامعة في العمل الجدي لتنفيذ القرارات التي صدرت عنها. تنعقد القمة التنموية الرابعة في ظروف استثنائية مصحوبة بتحديات غير مسبوقة من جانب وتطورات إقليمية ودولية من جانب آخر، بالإضافة إلى ثورة علمية وتكنولوجية هائلة، وعليه فتقدم منظومة جامعة الدول العربية الدعم السياسي على أعلى مستويات اتخاذ القرار لتحديد أولويات الاستثمارات التي من شأنها إحداث تحول كيفي في رأس المال البشري.
وعقب الجلسة العلنية عقدت جلسة مغلقة تم خلالها مناقشة جدول الأعمال الذي قدمته اللجنة التحضيرية ومشاريع القرارات واعتماد المشروع النهائي الذي سيقدم إلى اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة التي ستعقد أولى اجتماعاتها صباح الجمعة. لا بنود خلافية في جوهر جدول أعمال القمة العربية التنموية، إذ أن 90% منها هي استكمال لمواضيع جرت مناقشتها مسبقا، إلا أن التباين قد يحصل بين الدول العربية ولبنان حول كيفية معالجة أزمة النزوح السوري على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما قد يصدر في الورقة السياسية للقمة. من أمام فندق فينيسيا، شهير دريس، تلفزيون المستقبل. ومتابعة لسير التحضيرات الجارية، جال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء أمس في أرجاء مركز سي سايد أرينا متفقدا القاعة الرئيسية التي ستنعقد فيها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأحد المقبل. أيضا تفقد سائر الأقسام الملحقة واطلع على التحضيرات والترتيبات المتخذة لانعقاد القمة. وبالتزامن مع بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، رفع منتدى القطاع الخاص العربي 8 توصيات إلى المؤتمر الذي سينعقد الأحد. تقرير باسل خطيب. في الجلسة الختامية لمنتدى القطاع الخاص العربي للقمة العربية والذي انعقد في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي في بيروت، تم الإعلان عن التوصيات بحضور الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب رولا الطبش ورؤساء اتحادات الغرف العربية واللبنانية والمصرية، إضافة إلى ممثلين عن الوفود المشاركة في المنتدى. الجهات المنظمة للمنتدى وهي اتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، كرمت أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي ركز في كلمته على التحديات الكبيرة المتلاحقة التي تواجه الاقتصادات العربية. رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي اعتبر أن مشكلة مؤسسات القطاع الخاص تكمن إما في التشريعات وإما في سوء التطبيق أو في الاثنين معا. ثم تلا الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي توصيات المنتدى التي يفترض أن ترفع إلى مؤتمر القمة، وهي تتناول المجالات التالية: أولا، إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها. ثانيا، تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب العمل. ثالثا، ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. رابعا، مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. خامسا، مشروعات تمكين المرأة والشباب. وسادسا، إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي. وسابعا، توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي. وثامنا وأخيرا، مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات. ولاحقا، بحث رئيس الجمهورية ميشيل عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العناوين التي ستبحثها القمة. عبرت له أيضا عن عميق الإعجاب بالتنظيم اللبناني بالغ المهارة، يعني شفنا تنظيم جيد للغاية، شفنا تأمين يفوق أي تصور. والحقيقة كلما أمضيت ولو ساعة إضافية كلما تيقنت بأن هذه القمة بإذن الله قمة ناجحة. فيما يتعلق بالشأن الليبي لم نتدخل، لكن أثق أنه القمم القادمة سوف تكون، وهذه القمة أيضا، لأن لم ينتهي الأمر. مسألة سورية، عندما يتم توافق عربي وأن نتأكد أنه لا توجد اعتراضات من هذا الطرف أو ذاك، فما أسهل أن يطرح الأمر كبند على جدول أعمال مجلس وزاري في أي لحظة. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. السفارة الإماراتية تطلق المرحلة الثانية من المساعدات للنازحين السوريين. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون اللبنانيين إلى عدم الخوف، مؤكدا عدم السماح لأحد بالسيطرة على لبنان.
دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون اللبنانيين إلى عدم الخوف، وقال: في زمن سابق واجهنا الدبابة والطائرة والمدفع ولم نخف، وكنت هنا في بعبدة إلى جانبكم، نحن لن نترك بعبدة ولن نجعل أحدا يسيطر على لبنان. كلام عون جاء خلال كلمة ألقاها في مأدبة غداء أقامتها الرهبانية الأنطونية بعد القداس الإلهي الاحتفالي بعيد القديس أنطونيوس في دير مار أنطونيوس في بعبدة بمشاركة رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى السيدة نادية. السفينة ما رح نتركها ورح نعمل إنقاذ لكل الركبين فيها. نحن موجودين هون وما تعودنا نترك. بالزمان دبابة والطيارة والمدفع كلهم ما خوفوني، وكنت هون ببعض دجالكم. ما رح نترك بعدة وفي حدا يدري سيطير على لبنان. أما العظة التي ألقاها الرئيس العام للرهبنة مارون أبو جودي فتناولت هموما حياتية ومعيشية أبرزها الملف التربوي، كما شددت على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه نجله النائب تيمور جنبلاط بحضور الوزير غطاس خوري. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية، ولا سيما ما يتعلق منها بتأليف الحكومة الجديدة. بعد الاجتماع الاستثنائي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن اللقاء لا علاقة له بأي مظاهرات حصلت مؤخرا. بعد الاجتماع الدوري للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والذي انعقد في 28 من الشهر الماضي، اجتماع آخر استثنائي عقد في دار الطائفة ترأسه شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، وشارك فيه رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة إلى عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية. جنبلاط أكد أن هدف الاجتماع هو تفعيل المؤسسات التابعة للمجلس المذهبي الدرزي. هذا الاجتماع لا علاقة له لا باجتماع الأمس ببكركي أن هناك اجتماع سياسي أو غير سياسي لست أدري، ولا ببعض المظاهرات التي ظهرت من هنا وهناك ذات طابع سياسي. هذا اجتماع دوري للمجلس المذهبي هدفه التفعيل المؤسسات. عندما يأتي الاستحقاق، عندما يأتي الاستحقاق بعد سنة بعد سنتين، الانتخابات مفتوحة، وأهلا وسهلا لكل من يريد أن يستمر في هذه المؤسسة الواحدة الموحدة. بدوره أشار الشيخ نعيم حسن إلى خطة لتطوير الأوقاف ومساعدة أبناء الطائفة وحماية مستقبلهم. وستبقى أبواب هذه الدار مفتوحة أمام الطامحين إلى جمع الشمل وحفظ الإخوان، ورايتها خافقة فوق رؤوس الجميع بالمحبة والتسامح وحفظ الكرامة والإيمان. ولن تثنين عن هذا الدور وهذا الواجب وهذا الالتزام أي محاولات للتفرقة، بل سنقابلها بمزيد من العمل لجمع الصف ووحدة الموقف والكلمة، درءا للأخطار واستعدادا لمواجهة التحديات الجسام. وأكد حسن على الثقة بزعامة جنبلاط الوطنية ودوره بحماية لبنان. من عين التيني، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن أنه لم يعد معنيا بالملف الحكومي، لافتا من جهة ثانية إلى أنه مهتم بأمن البلد بالدرجة الأولى. المبادرة تشكيل الحكومة توفت؟ هلا عم نحكي بغير الحكومة. جنرال بيس أنا أحد الكاميرات، كله موضوع الحكومة إنه المبادرة بعدها قائمة ولا لا؟ أنا ما أعني بالموضوع هذا، لا قريب ولا من بعيد. طيب بموضوع إنه أنت ساهمت بالشرخ اللي صار بين الرئاسة الأولى والثانية بموضوع أعطاء تأشيرات دخول للوفد الليبي، أنا ساهمت به بهذا الشرخ انه فوق كان بدهم يعطوهم تسهيل مرور. انا بهمني امن البلد بالدرجه الاولى بس. اطلقت السفاره الاماراتيه في لبنان المرحله الثانيه من حمله الاستجابه الاماراتيه للنازحين السوريين لشتاء العام 2019. المشهد ليس غريبا على سفارة الإمارات العربية المتحدة التي تطلق المبادرات بهدف تقديم الدعم الإنساني بعيدا عن أي تسييس.
إنها المرحلة الثانية من حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين للشتاء 2019، والتي أطلقتها سفارة الإمارات بالتعاون مع وزارتي شؤون النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى وجمعيات أخرى مرخصة من وزارة الداخلية. المرحلة الثانية تعنى بالنازحين السوريين وأيضا اللبنانيين المتضررين من العاصفة. يهمني أنا أو يهم حكومتي نشرك الحكومة اللبنانية في كل تحركنا الداخلي. لا يجوز أن نعمل أو ندخل بمساعدات إنسانية ونتحرك في الأراضي اللبنانية بدون ما تكون الحكومة شريك استراتيجي وتصاحبنا في كل عملية من هذه العمليات. الحملة هذه مستمرة، التبرع أو الدعم للمرحلة الثانية وصل 18,400,000 درهم بما يعادل 5,000,000 دولار، والحملة السابقة كذلك أطلقناها بمجموعة كانت من المؤسسات، منها الهلال الأحمر الإماراتي ومنها مؤسسة خليفة بن زايد و جمعية الشارقة التعاونية ومؤسسة الأعمال الخيرية. نحن دائما مع لبنان في الظروف الصعبة هذه، وفي غير هذه الظروف نحن حملاتنا الإنسانية غير مسيسة، مساعداتنا غير مسيسة، ولا ننظر للتنافسية في العمل الإنساني. عناصر المقاربة تضمنتها كلمتك سعادتك تقريبا كل أول نقطة وهي الأهم، عدم التسييس. بس نسيس العمل الإنساني ببطل العمل الإنساني، وبالتالي هذه المقاربة الصحيحة. الثاني كمان بدي أثني على اللي تفضلت فيه، إنه أي مساعدة للبنانيين أو للنازحين موجودين في لبنان، تحديدا النازحين السوريين، بتتم عبر الدولة اللبنانية، وهذا مهم جدا. وبدي حيي هالوعي هيدا. يعني دولة الإمارات من خلال سفارتها، من خلال سفيرها، دائما ومنذ الأزمة السورية كانت السباقة بمد لبنان وكل الذين يعملون بالعمل الإغاثي والإنساني بكل ما يحتاجونه، من سيارات الإسعاف، أذكر أول مساعدة تم تقديمها، إلى المساعدات اللي ما بتلحق تبلش إلا بتكون في حملة تانية أخرى يعني تبدأ. المؤتمر الصحفي تخللته أيضا كلمات لكل من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وأمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، اللذين شددا على أهمية المساعدات الإماراتية. كما تحدث إيمانويل جينياك ممثلا UNHCR معددا ما قدمته الوكالة من مساعدات للنازحين السوريين في لبنان. في بيت الوسط، سلسلة لقاءات للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تناولت شؤونا اقتصادية واجتماعية وسياسية. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون، وعرض معه مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. واستقبل الرئيس الحريري ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، وعرض معها أوضاع اللاجئين السوريين وما تقوم به المفوضية من مهمات في مختلف المناطق اللبنانية. الرئيس الحريري التقى نقيب المحامين في الشمال محمد مراد، الذي شكر الرئيس الحريري على إصداره التعميم المتعلق بتسهيل عمل المحامين في المؤسسات والإدارات العامة والبلديات، كما عرض معه موضوع توسيعة ملاك القضاء في محافظة عكار وإعادة تجهيز مبنى نقابة المحامين في طرابلس. المراد قال أن الرئيس الحريري دائما يقف إلى جانب كل مؤسسات الدولة ويدعم كل المشاريع التي من شأنها تعزيز هذه المؤسسات، بما فيها مجلس نقابة محامي الشمال. ومن زوار بيت وسط رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، الذي طلب من الرئيس الحريري رعاية مؤتمر الندوة الاقتصادية واتحاد رجال الأعمال العرب الذي سيعقد في 26 و27 من آذار المقبل، إضافة إلى رعايته لمؤتمر كونفكس المال والأعمال في 9 نيسان المقبل. ومساء استقبل الرئيس الحريري وزير خارجية البوسنة والهرسك إيغور شراناداك على رأس وفد، وتركز البحث حول الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وفي بيت الوسط استقبل الرئيس الحريري عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد
وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمني. اللقاء بحث في التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى كيان الاحتلال. بحثنا مع دولة الرئيس يعني كيفية تعزيز وحدة الموقف العربي، ونحن على أبواب القمة رغم أنها قمة اقتصادية ولكن لن تخلو كما هي العادة من البعد السياسي. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. انتقادات فلسطينية أمريكية لتسريبات إسرائيلية لبنود ما يسمى بصفقة القرن. أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية. بعد هجوم من بيج نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يؤكد سحب القوات الأمريكية من سوريا. بعد ساعات من مقتل الجنود الأمريكيين في هجوم منبج وتبني تنظيم داعش المسؤولية، أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن تنظيم داعش مني بالهزيمة في سوريا وخلافته المزعومة انهارت. تبع بنس أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أنحاء العالم أن رئيس ترامب تحدث كثيرا عن رغبته في إعادة القوات الأمريكية من الخارج بشكل منظم وفعال، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة ستبقى في الشرق الأوسط وستواصل القتال للتأكد من عدم ظهور رأس داعش البشع من جديد. وفي أول تعليق من مسؤول عسكري رفيع على قرار ترامب الانسحاب من سوريا، أكد رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة مارك ميلي أن الولايات المتحدة تخطط لمغادرة سوريا بمجرد هزيمة داعش على الأرض، ومن ثم تسليم العمليات إلى التحالف الدولي. من جهتها وبعد ساعات من التفجير دانت الخارجية التركية الهجوم في منبج ووصفته بالعمل الإرهابي البغيض. إلى ذلك أكدت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي مقتل 4 أمريكيين في الاعتداء الذي شهدته منبج، وقالت في بيان إن قتلهم جنديان وموظف مدني في وزارة الدفاع ومتعاقد، وأن من بين الجرحى 3 جنود أمريكيين. في وقت انتشرت على مواقع التواصل صورة قال ناشطون إنها للانتحاري قبل لحظات من تنفيذ العملية، فيما لم تؤكد أي جهة رسمية صحة هذه المعلومات. من جهته أعلن المجلس العسكري في مدينة منبج التابع للوحدات الكردية إلقاء القبض على 7 أشخاص وصفهم بخلايا تابعة لدرع الفرات، في إشارة إلى فصائل الجيش السوري الحر العامل في ريف حلب الشمالي. شددت الرئاسة الفلسطينية على أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 67 سيكون مصيرها الفشل. كشفت القناة الإسرائيلية 13 النقابة عما قالت إنها البنود الرئيسة لخطة التسوية الأمريكية المعروفة بصفقة القرن. وحسب التقرير الذي بثته القناة، فإن الخطة تمنح الاحتلال الإسرائيلي الحق في ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى جانب فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وتنص الخطة وفق التقرير على تدشين دولة فلسطينية على حوالي 85% من الضفة الغربية، على أن يتم الإعلان عن عاصمة لهذه الدولة في أحياء من القدس الشرقية، في حين أن أحياء أخرى في المنطقة سيتم إلحاقها بعاصمة الاحتلال. وعلى الرغم من أن الخطة تتضمن تجميد البناء في المستوطنات التي تم تدشينها في أطراف الضفة الغربية، إلا أنها في المقابل تنص على عدم إزالة أي مستوطنة، مما يعني أن عشرات المستوطنات ستظل قائمة داخل الدولة الفلسطينية. وأشارت القناة إلى أن الخطة تنص أيضا على تبادل أراض بين الدولة الفلسطينية العتيدة والاحتلال الإسرائيلي دون إيضاح طابع المعايير الذي سيتم على أساسها هذا التبادل. وحسب القناة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقوم بالإعلان عن الخطة بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان المقبل. أما على الجانب الأمريكي فقد سارع المبعوث الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى التشكيك بهذه البنود واعتبارها غير دقيقة. في المقابل شددت الرئاسة الفلسطينية على أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين.
هذه القمة بإذن الله قمة ناجحة. فعاليات القمة العربية التنموية تنطلق بوصول الوفود تباعا وباجتماعات تحضيرية. السفينة ما رح نتركها ورح نعمل إنقاذ. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يجعل أحدا يسيطر على لبنان ويدعو اللبنانيين إلى عدم الخوف. واشنطن تجدد تأكيدها على الاستمرار في خطتها لسحب قواتها من سوريا. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.